تعالوا إلي، بداية الآية المشهورة اللي منصوص عليها في إنجيل متى أصحاح 11 وعدد 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احنا هناخدها حسب النص كده، هنمشي بالنص، ناخد قبليه آية أو اتنين وبعد آية أو اتنين. فهناخد ايه اللي عطلنا ان احنا نيجي للمسيح، وبعدين ايه اللي بنتعلمه من المسيح ريحنا، وان شاء الله نخلص قد ما نقدر فيها في هذه الفرصة. من بداية الكلام واحنا قرينا عدد 25، المسيح بيدين الحكماء ويبارك الأطفال. قرينا عدد 25، نقرأ تاني مع بعض. في ذلك، حب يقرأ معي يتفضل. في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال، ده الموضوع كله من 25 لغاية 30. في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك إيه؟ أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. آية غريبة مش سهلة، يعني إيه أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال؟ دي الحكمة، ده في أسفار الحكمة عندنا في الكتاب المقدس، وأسفار الحكمة تقول الحكمة دي جميلة جدا. نعم الحكمة جميلة جدا لما تقارن بالجهل، تبقى الحكمة واحد عينيه في راسه، جاهل عينيه مش في راسه. لكن هنا الحكمة ما بتقارنش بالجهل، بتقارن بإيه؟ يقول الحكماء والفهماء وأعلنتها لإيه؟ للطفولة. الطفولة أحلى من الحكمة. إيه ده؟ إن لم يقبل أحدكم ملكوت الله كولد مش هيدخله. اللي بيمنع الإنسان إنه يدخل ملكوت الله في كثير من الأحيان إنه بيعتبر نفسه من الحكماء والفهماء. والحكيم والفهيم ليه مواصفات، أنا بتكلم إنسانيا يعني من الحكمة الإنسانية. فالحكيم إنسانيا يذهب إليه الإنسان ليأخذ مشورته. فمثلا أخي توفل كان حكيما في زمانه، كان بيقول كلام كأنه كلام ربنا. داود كان يذهب لأخي توفل، ماشي نقرهاش أنه كان بيذهب، لكن نعرف أنه كان بيذهب، ما قرهاش ولا حدث أنه ذهب، لكن نعرف أنه هو كان مستشار عنده بهذه القوة. أبشالوم طبعا راح لأخي توفل. مين راح للتاني؟ أخي توفل راح لداود يسأله، ولا أخي توفل راح لأبشالوم يسأله، ولا هما الاثنين جم سألوا أخي توفل؟ هما الاثنين جم سألوا، أتفل كل واحد في عصره. ليه؟ لأن أخي توفل حكيم، أخي توفل فهيم، حكماء وفهماء. طب يروح للناس يسألهم عشان ايه؟ ده حكيم وفهيم. ملكوت الله لا يمكنك أن تقبله وانت عندك الصفة دي في نفسك، انت المستشار بتاع البشر، انت اللي فاهم بين بني البشر، انت الواعي بين بني البشر، مستحيل. مرة قال المسيح حاجة تبدو يعني انها مستحيل تبقى صح، حاجة غريبة، لكن مرة قالها حاجة غريبة جدا. قال دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل إيه؟ غني في ملكوت السماوات. كيف يعني؟ معقولة؟
طب إبراهيم دخل وكان غني بتكلم تقول إيه؟ داود دخل صحيح دخل لما كان فقير، لكن لما اغتنى ما طلعش، قاعد داخل برضه، كان قاعد في ملكوت السماوات. في أغنياء كثير برضه، هنا ما بتكلمش عن الغنى المادي بهذا التفسير، لأن هو قال بعد كده المتكلين على أموال. لكن أي إنسان المال يشعره بالدفء، المال يشعره بالغنى، المال يشعره بعدم الاحتياج، ده مستحيل يقدر يدخل ملكوت السماوات. نفس الحكاية الحكمة، أي إنسان شايف أنه مليان حكمة، عظيم في الحكمة، عظيم في الفهم، عظيم في الغنى، يتكل على الحكمة، يتكل على الفهم، يتكل على أي شيء، ده مش هيقدر يعرف سر ملكوت الله. أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. داود من أغنى الأغنياء، ملك، يقول كفاطيم نحو أمي، ما عند ربنا كده، إيه ده؟ هو كده، لم يرتفع قلبي، لم تستعلي عيناي، سكت وأدأت نفسي كفاطيم، إيه ده؟ عم زي الفطيم ربنا شايله. أهو دي كده تبقى أنت تقدر إيه تتمتع بالآية بتاعت النهاردة دي، تعالوا إلي، كده تقدر تتمتع. النقطة الثانية، النقطة الثانية جاية فين؟ جاية في الآية اللي بعديها. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. ده اللي يفرحك، هذا الذي يسرك، هذا قرارك. ايه القرار ده؟ طب ايه دي؟ حاجة تعبر عن مسرة قلبك، رغبة قلبك. يعني ايه؟ يعني الله لا يريد ولا يقبل ان يكن حكيم واحد في عينيه نفسه في ملكوت السماوات، مش عايزه، مش عايزه. ليه؟ انا عايز العيال، انا عايز المتوكلين على الرب، عايز المسلمين نفوسهم للرب، عايز الودعاء، عايز الحبايب، عايز اللي يحبوا بعض، مش عايز ولا إنسان يمسك سيفا أو حكمة كسيف أو فهم كسيف ويتناقش مناقشات غبية يوصل للسماء ويتناقش فيها، مش عايزه هناك خالص. مفيش من النوع ده عندنا خالص في السماء، ومش حقبل ولا واحد جيلي من الأرض بالنظام ده. أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واديتها للأطفال اللي بيشتهوا اللبن العقلي العديم الغش عشان عايزين ينمو، شعرين باحتياج للنمو لكي ينمو به، اللي طالبين وجه الرب. طب انت قلت لنا يا اخي آية ممكن تلخبطنا دلوقتي، كونوا ايه؟ حكماء كالحياة ووسطاء كالحماة. طب أقول أنا أكون حكيم إزاي كالحياة؟ أيوة الآية دي أنا قصد بيها حاجة تانية مهمة جدا، لكن ما تلخبطكوش. حكماء كالحياة لأن دي حكمة الشيطان زي الحية، لو أنتوا كنتوا أقل حكمة منه هو يغلبكم، لكن لو أنتوا أكتر حكمة منه تغلبوه. لكن هو تشعر في نفسك أنك أنت حكيم، لما تغلب الشيطان قل شكرا يا رب انك اديتني الحكمه من عندك عشان افهم فكر الشيطان ده، بيلف لي من هنا ويلف لي من هنا ويلف لي من هنا. اديتني نعمه ان انا افهم الفكر ده وانتصرت عليه. ملكوت السماوات ما فيهاش واحد يقول انا جدع، ملوش مكان هناك. جدع مين قدام المسيح؟ جدع مين قدام ملك الملوك ورب الارباب؟ قدام النعمه الغنيه اللي خلصتك. أنا فاهم، فاهم إيه يا أخي وسكت؟
هكذا صارت المسرة أمامك، مجال السماء، مجال منكسر القلوب الذي له ملكوت السماوات، مجال الودعاء، مجال المتواضعين، مجال المساكين بالروح، مش مجال للفاهمين ولا الحاكمين ولا العظماء. هذا الدهر الذين يبطلون كل باطل وقبض الريح. هكذا صارت المسرة أمامك. ده الجو فوق، ده الجو فوق جميل جدا، جميل جدا، ما فيش ولا نكد ولا أمر في كبرياء من إنسان، ولا ذات بشرية واقفة، ولا تراب طالع. تراب إيه؟ تراب اترمى في الأرض خلاص. تراب هو الإنسان، الإنسان من تراب إلى تراب، تعود بحكمته بأفكاره بآرائه، زبالة اترمى في الأرض. الذي يخلص هم أولاد الله، أولاد الله. ما ننساش موضوعنا، تعالوا إلي. لسه ما يناجي تعالوا دي، بس احنا بناخد إيه اللي بيمنعنا من نحن نيجي؟ الحكمة والفهم. حاجة تانية تمنعنا ان احنا نقرب لربنا، ربنا ارحمنا من الأولية دي. ايه الحاجة التانية دي؟ في العدد اللي بعديه، كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعنى له. دي الآية بقى اللي بعديها على طول، تعالوا إلي. طيب أنا فين في القصة دي؟ أنت مين؟ أنا لطيف ولا مؤاخذة، ما أنتش مذكور في الكتاب المقدس باسمك، مش مذكور. كيف يعني؟ طب وأنا لطيف، طب وسعادتك حط اسمك برضه، يعني ما أنت برضه مش مذكور. يعني إيه؟ يعني الوضع كله أنت والآب فقط لا غير. بالظبط كده، مش ده معنى الآية ولا غيرها؟ كل شيء قد دفع إليه من أبي. طب أنا مش داخلي في موضوع ليه؟ مالكش فيه. وليس أحد يعرف الابن إلا الأب، وأنا مش داخل ليه؟ مالكش فيه. ولا أحد يعرف الأب إلا الابن، برضه أنا مش داخل ليه؟ مالكش فيه. زي خذ، هو إحنا كنا هناك في حضن الأب. مين اللي كان في حضن الأب؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب. هو خبر، أنا كنت هناك ولا أنت هناك ولا مين كان هناك؟ طب وأنا دلوقتي أنا عايز أخلص. أيوة، في طريق للخلاص، بس مش منك أنت، مش منك أنت. أمال إيه؟ دي الكمالة بتاعة الآية. ومن أراد الابن أن يعلن له. عايز ربنا يعلن لك عن الآب؟ وقت من أخيرك اركع بقلبك قل ارحمني اللهم أنا الخاطي. كنت فاكر نفسي جدع، كنت فاكر نفسي بطل، طلع ما فيش بطل إلا واحد، هو الفتح السفر وفك ختومه، الأسد الخارج من سبط يهوذا، ربنا يسوع المسيح، ما فيش غيره، وانا عبده وانا خدامه وانا تحت رجليه. يعلن لك المسيح عن الاب، يخلصك ويمتعك باقتراب اكتر واقتراب اكتر واقتراب اكتر واقتراب اكتر. تعالوا، وجات الايه بقى، تعالوا لي بقى، سيبكم من ايه؟ الكبرياء والذات والنفخه الكذابه والعند. العند اللي سماه الكتاب وثن، عباده وثنيه. واحد مؤمن مثلا، بنته سألك سلوك مش حلو، مش لازم قوي قوي، بس هو مش حلو بيحصل له جوه، قلبه ينكسر، بيرفع السماعة، أنا حزين حزين، بنتي مال هي في الدنيا، ما حق طبعا. يروح لمين ده؟
دي بيتكلم شخص مؤمن يروح لمين؟ يروح للرب. يروح للرب يسأله. واحد بيحضر كنيسة ويسمع فيها تعليم غريب، أنا حزين سمعت بيقولوا كده في الكنيسة، معك حق، روح لربنا، تعال إلي يا جميع المتعبين. مش بكلم متعبين يعني ركبهم وجعاهم، متعبين في النفس، ثقيل الأحمال في الفكر. ليه؟ لأنهم ضد التيار العالمي ورئيس هذا العالم هو الشيطان. لكن المشي في التيار سمكة ميتة ماشية لغاية لما تهلك. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. العجيب بقى ربنا اللي بيريح، ربنا اللي بيريح. يا سلام على ربنا يريح. طريقة الراحة عنده غير ما احنا فاهمينها. لو طريقة الراحة عند ربنا زي ما احنا فاهمينها كلنا نجيله، لكن مش زي ما احنا فاهمينها. يعني مثلا عشان نفهمها أكتر، داود لما حزن جدا على أبشالوم لما مات قتل يوآب، يا ليتني مت عوضا عنك يا ابني أبشالوم، يا ابني أبشالوم، يا أبشالوم، ابني يا ابني أبشالوم. كان إيه اللي في بال داود؟ ما كان يخلص يا أخي أبشالوم، مش عايز يروح الهاوي يا رب، مش عايز يروح الهاوي. طبعا دي عواطف مقدسة من داود لأبشالوم. طب نقرا بعد كده انه استريح خالص، ولا ذكر حكايه ثاني، ما قالهاش ثاني. ايه اللي ريحه؟ يؤاب لما فوقه طبعا عمل التاثير، ربنا بعت يؤاب لابشالوم. لكن 100% حدث حاجه جوه داود، لا تصور من عندي يعني، لان الموضوع نسيه خالص. بدل ما حزن 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 حزن، اتشال الحزن فجاه، اتشال خالص، خلص الشريط جوه مخ داود اتشال. أنا بتخيل ربنا قال له أبشالوم ما ينفعش يخلص داود، أبشالوم ما ينفعش يجيلي، أبشالوم بهذا الأسلوب مش مكانه السماء. اقتنع داود لا يمكن يخلص، اقتنع داود. صحيح ابتلت بعقاب لي، ودي من نقطة الكتعبة خالص. ولما حصل الأمر تعب جدا جدا جدا، راح الهاوية أبشالوم، لكن مش مكان. انت عادل يا رب، انت عارف. وفعلا أبشالوم ما يقدرش، ملوش في السماء خالص، خلاص انتهى، خلص الموضوع عند داود، انتهى، التفت لمملكته وبدأ بداية جديدة تاني. انا اريحكم، يعني الرب يعلن لك الموضوع، يعلن لك ارادته ايه، يعلن لك خطته ايه. مش كل المتكبرين ما لهمش مكان هناك. أبشالوم ده أكبر متكبرين، ده أفظعهم، ملوش مكان، ملوش مكان. يستريح الإنسان ليه؟ كطفل نحو أمه. هو ربنا راضي الدين واد بالصورة دي، ربي تتولى بعنايته بنعمته برحمته. أنا أريحكم، هقول لك السر فين، هقول لك الموضوع إيه، هقول لك الحكاية إيه. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. شكرا يا رب. مفيش حد عنده علاج إلا في المسيح، وكل ما تقرب للرب أكتر كل ما تفهم العلاج أسرع، كل ما يجيب نتيجة معاك أسرع. فاضل الحتة الأخيرة في الخدمة، طولنا عليكم شوي. إيه الحتة الأخيرة بقى دي؟ ايه اللي ناخده من المسيح لما نجيله؟ ده اخر حاجه في الموضوع. ناخد ايه؟ يا ربي بصراحه هم ثلاث حاجات ناخدهم انا من ربنا. حاجه اسمها الوداع، وحاجه اسمها التواضع او تواضع القلب، وحاجة اسمها ايه؟ راحة النفس. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. يا
قبل ما ادينا الثلاث حاجات دول يقول عليك انك تقبل حاجتين مهمين لازم تقبلهم، لان هي دي العلاقه اللي بيني وبينك. خطبتكم للمسيح لغايه لما نتجوز في السماء. ايه الحاجتين دول؟ احملوا نيري عليكم، كملها في عدد 30، وحملي نيري وحملي، وتعلموا مني. احملوا نيري عليكم وحملي، لو حملي الخفيف، وتعلموا مني. ايه نيري عليكم ده؟ يعني ايه اخر حتة في الخدمة؟ بس خد بالك اهم حتة صدقني، يعني دي بعد الايمان اعمل ايه؟ ايه المطلوب مني بعد الايمان؟ مطلوب مني ايه بعد الايمان؟ مطلوب مني اشتغل مع المسيح، اشتغل مع المسيح، فاحمل حاجة اسمها نير المسيح وحمل المسيح. نير المسيح يعني ده اللي بيحطوه في ركبة البقرة، والمسيح فين؟ هو البقرة الثانية، دايما في المعتاد بقرتين عشان يطلعوا ميه بسرعه ويسلوا بعض في المشي كده، اي دي تشجع دي ودي تشجع دي. احملوا نير عليكم يعني اشتغل معايا، اشتغل معايا وهو ماشي معانا، بقرتين في نير واحد، لو دي سريعه ودي بطيئه يتشاكلوا يتعبوا يكلوا، لازم واحد يخضع للتاني، لازم. فهمت هذه اخ؟ ايوه. مين يخضع لمين؟ ها مين يخضع لمين؟ انت المسيح ولا المسيح ليك؟ المسيح لو خضع لك هيكون ضررك، عشان كده مش هيخضع لك. خضع لحزقية كل ضرره. من فضلك وانت شايل نير المسيح تعلم تخضع لي، تعلم تخضع لي. عارفين الحكاية دي جابت نتيجة ايه بيني وبين بموة؟ بعد مدة مش كتيرة كده حولونا من سجن لسجن. المهم يعني في ثالث سجن كده كنا قاعدين، عايز اسالك سؤال يا شيخ لطيف. نعم. قال لي انا شايفك يا اخي راجل كويس، واحنا قلنا البروستانت دول ما نتعاملش معاهم ابدا، ايه الفرق بينك وبين البروستانت؟ ففتح معايا الحديث، قلت له ايه مفيش فرق خالص، بس هو المفهوم عن البروستانت غلط. يعني كان طلعنا اصحاب جدا، اصحاب جدا. ليه؟ تعلمت اخطاء. كم وكم بقى لو انت او انا خضعت للمسيح، المسيح يعمل يحبك بشكل، يقدرك بشكل، يعلن لك اعلانات، يباركك بشكل. احملوا نيري عليكم، اخضع لي، شوف سرعتي، شوف حكمتي، شوف شغلي، شوف ارادتي، اخضع لي، احملوا نيري عليكم. قول لي في حاجه اسمها ايه بعد كده؟ حملي، وانا كمان بشيلك شيل، بشيلك شيل، بشيلك هم الناس عشان تصلي لهم، بشيلك التثقل بعمل الرب عشان تصلي له. شيل، صلي، تكلم الي، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني. هتاخد حاجه اسمها ايه؟ وداع. وداع. لا يخضع لي ازاي؟ انا اخضع له ازاي؟ انا هو اللي يخضع لي. غلط، غلط مع المسيح، غلط جدا كمان. الوداعة اخضع، اخضع. طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. الخضوع حتى الخضوع العادي بيكسب، كما كم الخضوع الروحي. المتمرد العادي بيتضرب، بيتبهدل. الخاضع بيحمي نفسه من شرور كثيرة، كم وكم الخضوع الروحي. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع. تاخد التواضع. التواضع دي صفة مسيحية إلهية، تواضع المسيح. لو اتضع شعبي أديله راحة. تواضع، تواضع تحت يد الله القوية فأرفعكم في حينه. تواضع، تواضع تترفع، تتكبر تتوكس. إذا تواضع شعبي
وديع وداع، ثم ثانيا تواضع، اخيرا ايه؟ راحة لنفوسكم. تعال نقرأ زي ما قال المسيح، وديع تتعلم الوداعة، متواضع القلب تتعلم تواضع القلب، قلب متضع، أخيرا راحة النفس. راحة النفس، راحة من كل جهة، راحة من كل جهة. يجي الهم حوله على المسيح، تيجي المشكلة يحول إليه، تيجي المصيبة ما ليش دعوة بيها، أنا مالي أنا أتصرف. تلاقي راحة لنفسك، راحة لنفسك. ليه؟ لأن الرب المحامي بتاعك، الرب المحامي بتاعك، الرب وكيلك، الرب الشفيع ليك، الرب المريح ليك، الرب اللي بيتكلم معاك. تعالوا إلي، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. ولله كل المجد الأبد، آمين.